السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة يا جماعة على استقبال الكتكوت، خصوصا في البلدي. استقبال الكتكوت البلدي قبل أي حاجة لازم نحضر مكان زي كده، يكون كويس وصغير على قدهم زي بوكسة كده، فيها لمبة صفرة وسقاية تخش فيها مية كتير وفرشة نضيفة، ونحط العلف زي ما انتوا شايفين كده عشان في الأول مش عارف ياكل في العلفات ولا الكلام ده، يبقى لسه صغيرين. ونفرش، أهم حاجة النضافة يا جماعة، يكون مكان نضيف مفيش فيه أي حاجة، فرشة نضيفة لسه تكون لسه حاططها هي، والعلافة مغسولة ونضيفة فيها ايه وفيها الدواء بتاعها. ده الاستقبال. تاني حاجة نجيب طبعا الدواء، دواء استقبال. انا جايبين دواء استقبال زي مضاد حيوي ومقويات، والاتنين محطوطين على بعض عادي من عند البطل. ده اهم حاجة. في نفس الوقت ده بيساعد في نمو الكتكوت اكتر. اهم حاجة كمان يا جماعة في اي دورة تسمين الاستقبال. الاستقبال ده في اي كتكوت، بط، فراخ، بيضة، فراخ بلدي، الاستقبال ده مهم جدا، بيفرق في الكتكوت. درجة الحرارة ما تكونش عالية قوي، يعني ممكن 36 ده اقل حاجة، و 37.5 ده اعلى حاجة، 36.5 كمان من 36. دول كتاكيت فيومي. فيومي بياض، معروف ان الفيوم ممتاز بالبيض. ده اهم حاجة في الاستقبال. معلومات سريعة كده من غير فيديو طويل.